كيف كتعرفوا انتم الان متواجدين في سوق الملاح جدا في مدينه القنيطره اللي هو كيتعتبر سوق قديم في المدينه من قبل الاستقلال الاستعمار هو كائن هذا السوق هذا كانوا فيه اليهود ولحد الساعه راه باقي معنا اليهود هنايا خويا كان جانا واحد القرار ديال الافراح سنه 2020 شي شركه شرات هذا الملك هذا وجانا قرار الافراق عن طريق المجلس البلدي كيدعي بان هذه البنايات اي لا السقوط كي كتشوفوا الاخوان انتم البنايات ما فوقنا والو كاين غير حوانت والسما فوقها مشينا في الامور القانونيه درنا خرجت لينا المحكمه الابتدائي بالقنيطره خبير باش يجي عين هذه البنايات خرج داك الخبير دار المعاينه ديالو خرج التقرير ديالو خبير محلف كيقول لك بلي هذه البنايات سليمه ما فيها حتى شي ضرر والناس راه صالحين حوانتهم هنا راه بالملايين الناس راه كدير تجاره ماشي تجاره الذهب الناس راه هي غتصلح الامور ديالها عطانا داك الخبره ديك الخبره عطيناها حنا للمجلس البلدي اللي هو الطرف الاول في هذا الموضوع هذاك المجلس البلدي كان السابق اللي كان كيتراسو السي عبد العزيز ربع شخصيا هو جا هنايا وشاف الامور ولغاو القرار مجلس البلدية عطانا وثائق كتلغي داك القرار الافراغ اللي داك الطرف المنازعين معاه كي عنده وثيقه خدام بها في القضاء حنا حطينا يعني داك القرار اصبح باطل في القضاء نورمالمون اصبح باطل ما بني على باطل فهو باطل حنا دابا كنطالبوا غير من القضاء ينصفنا ما بغينا حتى شي حاجه بغينا القضاء ياخذ العداله ديالو ينصفنا لدرجة أنه كان عندنا حكم ابتدائي بالإفراغ درنا له وقف التنفيذ هذاك الوثيقة اللي عطانا المجلس البلدي توقف التنفيذ يعني كنا كنتوقعوا أن الأمور في الاستئناف غتكون سهلة يعني عندنا وثيقة كتثبت بأن هذه البنايات مزيانة لقينا واحد طماطول ولا ما عرفتش شنو المحامين ديالنا اللي كيتواجدوا هنا في قنيطرة ما دلوش بدلوك الوثيقة للقضية اللي حكمات في النازلة ما دلوش بالوثيقة القضية حكمت لينا في الاستئناف بالإفراغ حنا عاوتاني ما جلسناش طلعنا عاوتاني درنا شكاية للمحكمة رئيس المحكمة دار لينا إعادة النظر في ذاك الحكم ديال الاستئناف ووقف لينا التنفيذ ودابا الأمور راه غادا في القضاء حنا كنطالبوا من القضاء ياخذ لينا بعين الاعتبار القضية هذه ويحكم فيها بالنزاهة والحكمة وكنطالبوا من رئيس السلطة القضائية السي عبد النبوي أنه يدخل شخصيا في هذا الملف إلا كان بان لهم هذه البنايات إلى السقوط أمر غدا نخدموا لهم المحالات ديالهم أنتم راه الكاميرا كلها تشوف شنو الواقع تشوفوا السبب هذه الوقفة هذه كيظهر لي راكم فهمتوا الأساس أن القرار اللي تعطى ديال السلطة أن البناية إلى السقوط تلغى يعني ما علاش الدعوه باقا ما تحكمش في الصالح غير الخلاصه راه هي هذه ما بقاش نزيدو اكثر من اللي قالوا الاخوان كامل والدايبيه كامل كنطلبوا السلطات باش تفتح تحقيق ونظر الملف بشفافيه وهي لها واسع النظر هي كتفهم اكثر منا كاملين في القوانين يعني القرار ملي كيتعطى ديال اي السقوط ومن بعد كيتلغى راه صافي الحكم ما خصو يتلغى حتى هو كلشي كيعرف الملف الا سولتي غتلقى ما كاينش شي مدينه في المغرب حيدوا الملاح ديالها راه كيبقى يعني سوق تاريخي وقديم هنا كانوا راه والدينا كانوا هنايا كيبيعوا شيهم مع اليهود وكانوا الحمد لله كانت العلاقات الحمد لله جد حسن حتى الاواخر ديالهم بعد ما غادروا باقي حاليا راه باقي واحد وكتبوا عندنا كاين اللي عنده 50 كاين عنده 40 سنه هنا في الميناء وعندنا الشكات كنتعاملوا مع الناس فائده به تفاجئنا بهاد الناس اللي يدخلوا على هاد الحاله وبغاو يهدوا على بين والمحل بما انه معروف بالملاح مع اللي كانوا اليهود ديال المغاربه اللي كيزاولوا هاد الميناء وهاد الملاح معروف في اي محل في المغرب فيه الملاح وكنركز على الكلمه قالها سيدنا الله يطول العمر ديالو جلاله الملك محمد السادس قال بانه كنعطي امر جميع الملاح في المغرب يترموا ماشي يهدموا وحنا كنطلبوا من هاد النقطه اللي سيدنا اللي ركز عليها حنا كنوجدوا في الملاح اللي كانوا فيه اليهود المغاربه اللي ديالنا وكنفتخروا بهم هاد النقطه هذه ما يمكنناش هاد الناس بحال اللي دخل في الاثار ولا مشى هاد الاثار ما كيبقاش انسان بحال اللي ما عندوش حاله مدنيه ولهذا هاد النقطه ديال الملاح اللي سيدنا كان اعطى امر ومنهم الدار البيضاء
الله اعلم مكناس وفاس ورموا ما دموش المحلات ديالهم. فوق هادشي كله كنظيف كاين الناس اللي عندهم هنا ميناء ديالهم، المحل غير الديكور اللي داير تقريبا واحد 100 مليون. المعامله ديال الزبناء كيجي انسان كيعرم الذهب كيخلص من الذهب بواحد الطريقه حبيه، وكنتعامل مع الناس عندنا شكات عندنا مسائل وكاين انسان اش غادي يعمل. ولكن حنا ملي القضاء يصفنا كاين الحلول. شنو هما الحلول؟ حنا الناس تلاقينا معاهم واقترحنا بعض الحلول. شنو هما الحلول؟ شريتوا هذه المحلات واخا اللي عنده شي محل يبقى فيه وديروا معنا واحد العقد نتاع سنه ولا لا على ما تبنيو هذاك الشيء. قال لك لا حنا شرينا وحنا الملك ديالنا حنا غادي نهدموا، ولا بغيتوا تشريوا منا كنطلبكم ثمن السوق. كاين اللي كيطلب 70 80 مليون. وانا بصفتي شاري الساروت المحل ديالي في 2008 بالوثائق شاري الساروت ب 20 مليون وعندي 81 سنه. وانا نفرضوا انا كموظف مع الدوله التقاعد ديالي هو المفتاح ديالي وعندي قوانين كنخلص الضريبه والضريبه ومن بعد كنخلص الضريبه وعندي الوثائق مصابه انني عندي رجل دو كوميرس والسن ديالي 81 سنه. انا الاول ما عنديش وعندي تقريبا الوليدات ديالي تبارك الله الله يمسك عليهم وعندي 81 سنه كنعيش بوحدي. وهذه الحاله هذه راه كاينه اكثر من هادشي. وفوق هادشي راه كاين بعض السكان اللي ساكنين في شي جهات اخرين كاين شي عيالات مساكن عالم الله بهم. ولهذا كنطلبوا السلطه الرابعه اللي هنا كنفتخروا بها وهي الصحافه المغربيه وكنحيي هاد الناس اللي عطاونا وقتهم وساعدونا يوصلوا. وحنا عندنا الثقه الكبيره في القضاء ديال المغرب. وهادشي وكنشكر هاد الناس اللي قاموا بهاد المسائل ولا سيما الصحافه. وشكرا لكم وتحياتي.